معنى لا معنى لا معنى وبلا معنى لا معنى وبلا معنى لا معنى وبلا معنى لا معنى وبلا معنى طلاب كلية الطب العظيم اليوم مرحلة احتجاجية مطالبة العاجلة هي إعادة السيرفيس اللي وصلنا منه وحل المشكلة الحالية اللي تعاني من كلية الطب وهي الخلاف بين الأساتذة الإدارة اللي راح تحت الطالب. اليوم جينا قدام وزارة التعليم العالي والمسؤول الرسمي عن كلية الطب عن استجابات وعن القراية وظهر يعني نبلغوا المطالبنا ووصلنا لهم رسالة واضحة بها مطالبنا كاملة وانتهى بهاي الوقت احتجاجية توصل مطالبنا للرأي العام وللشارع الموريتاني. اليوم جينا هنا تيامت ضامنين احنا جميع الدزيم سيكلو بالأخص قاعد ندور جميع الطب ضامنين بين احنا هذا عبارة عن طلاب كلية الطب بدأنا هاي السنة الدراسية عن كل سنة من جنة قدمونا لكو يقدمونا الاستاج من جنة لكو رهوانة شو 80% 85 ولا 80% من الأساتذة ضاربي هنا جينا الاستاج ظهرت لنا المشكلة أكبر من ذا هنا كنا مستقبلين بلا سيرفيس الاستاج معناها عنه طبيب ما مسموح له عنه يجي عند الاستاج معنه بلا فائدة قرايته هاي الكلية بيدي ينقال له كلية الطب معناها عندك قدامك بس يا معنا قدامك شخص ترى يتعلم ياخذ الدواوي معنا مستقبلين بلا سيرفيس معنا عندنا لكو إدارة متجاهلتنا راعينا اليوم خلصنا معنا بعد هاي الوقفة قدام الوزارة بما أن المشكلة تعني وزارة التعليم العالي أرض الطلاب لا معنى لا معنى وبلا معنى لا معنى وبلا معنى